برحب بحضراتكم من جديد، وخلينا نروح على طول لمفادنا أمير هشام عشان نطمن على بعثة الفريق النهاردة. أمير، مساء الخير عليك. مساء الفل عليك يا سارة، تحياتي ليكي وتحياتي لأحمد وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. أمير، عرفنا النهاردة اليوم ماشي إزاي، برنامج البعثة كان إزاي النهاردة، وإيه أهم الأحداث اللي حصلت؟ يعني خليني اقول لك ان البرنامج كما هو ما فيش اي تعديلات او تغييرات فيه، وخصوصا ان احنا خلاص يعني العد التنازلي لمباراه الخميس ابتدى والكل متاهب ومستعد لهذه المباراه، افراد البعثه بالكامل وبالتحديد كمان الجهاز الفني واللاعبين اللي يعني خلاص في كامل التركيز، والكل يعني بيحاول يأقلم نفسه بإذن الله على كيفية مواجهة فريق الدحيل، هذا الفريق الصعب والقوي في الحقيقة، واللي عنده عناصر مميزة جدا في مختلف خطوطه وتحديدا الخط الأمامي، وده اللي أكد عليه مستر بيتسو موسيماني في حديثه معانا أكتر من مرة. برضو خليني أقول لكم أن يعني الجهاز الفني واللاعبين بقوا ملمين جدا بكل الإمكانيات اللي بتتعلق بفريق الدحيل أو اللي بتخص هذا الفريق بخصوص عناصر الفرقة، مختلف الخطوط ازاي تتعامل معاهم، ازاي هيبقى شكلك في الملعب، استراتيجيتك هتكون عبارة عن ايه. ده يعني اللاعبين اكتسبوه بشكل كامل من خلال المحاضرات المستمرة والمتتالية، واللي هيكون اخرها اللي بعد بالظبط دقايق من وانا بكلمكم دلوقتي يا احمد ويا سارة. فالامور في الحقيقة ماشية بشكل جيد، البرنامج طبيعي جدا مفيش اي تعديلات، خصوصا ان احنا كمان في فقاعة طبية زي ما انتم عارفين الامور فيها حزم كبير جدا في الحقيقة، وده امر مطلوب طبقا للظروف يعني اللي بيمر بيها العالم كله وتحديدا من خلال تواجدنا هنا قبل المونديال. يعني امير، يعني قبل ما اتكلم على الشغل بتاع النهاردة وعلى تمرينة النهاردة، عايز أعرف منك، إحنا طريقنا كله مفروش بالأحمر، يعني الأهلي طبعا معروف عنه فانيلته الحمراء، والدحيل كمان بيلبس أحمر، ولو إن شاء الله تخطينا عقب الدحيل هنروح بايرن ميونخ اللي بيلبس أحمر برضه. هل اتحددت فكرة الألوان، وهل هيعامل الدحيل على إنه صاحب أرض في البطولة، ولا الموضوع هيتم الاتفاق عليه في اجتماع ما قبل المباراة، ولا هيبقى قرعة؟ هل عندك تفاصيل عن الموضوع التيشيرت بتاعت الأهلي في المباراة الأولى؟ خليني اقول لك يا احمد ان بكره هيكون في الاجتماع الفني الخاص بهذه المباراه اللي هيتم الاستقرار فيه على الزي الخاص بكل فريق في مباراه يوم الخميس، لكن الاقرب بصراحه ان الدحيل هو اللي هيلبس الزي التقليدي بتاعه الاحمر، الاهلي الاغلب هيلبس الزي الرمادي في اسود الاويكت، فبالتالي ده الاقرب لحد دلوقتي بما ان الدحيل هو صاحب الملعب يعني، فده الاكثر منطقيه حتى الان، الا اذا في اي تعديلات حصلت في الاجتماع الفني بكره اللي هيكون من خلال الفيديو كونفرنس طبعا، فده الاقرب. ايا كان بقى الفرقه اللي قدامك هتلبس احمر، انت اللي هتلبس الاحمر، انت هدفك واحد، انت عايز تحقق حاجه ترضي جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي بالمناسبه منتشيه جدا وفرحانه جدا بالتحديد الموجودين هنا في المونديال بسبب تواجد الاهلي بجوارهم، يعني هم مش عارفين حتى يشوفوا الاهلي بس حاسين بالاهلي جنبهم يعني، فده في حد ذاته امر بسيطهم جدا. كمان جمهور النادي الاهلي بمناسبه ان احنا اتكلمنا عن الجمهور، يعني بيتوافد علشان يعمل المسحه الخاصه بيه عشان يتاح بالنسبه له الدخول للمدرجات ويشجع، فالكل حريص هنا، كل الاهلاويه اللي هم عددهم غفير جدا يا محمد ويا سارة، كلهم عندهم حرص بشكل كبير على حضور المباراة ومؤازرة الفريق من داخل أرضية الملعب، مش عارفين يشوفوا الفرقة هنا، مش عارفين يوصلوا لهم، فهيكون أقرب نقطة يشوفوا من خلالها لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني هتكون أرضية الملعب بإذن الله، وده عامل إيجابي بصراحة، هيخلي في دوافع كبيرة جدا للاعبي النادي الأهلي في هذه المباراة الصعبة، وأنا بأكد أكثر من مرة، وزي ما الجهاز الفني أكد كتير جدا، وزي ما الكابتن محمود الخطيب كمان رئيس البعثة أكد إن مواجهة الدحيل مواجهة غاية في الصعوبة وأصعب مباراة في الحقيقة في هذه البطولة، ودايما الانطلاقة بتكون مهمة من خلال أي بطولة أنت هتاخدها يعني في الحقيقه، فالكل مركز والامور ماشيه بشكل جيد. حته اللبس برده عشان اكد عليك مره تانية، بكره ان شاء الله في الاجتماع الفني هيتم تحديد كل هذه الامور، لكن انا قلت لك الاقرب هيكون ايه، وهننتظر طبعا ما سينتج عنه الاجتماع الفني بخصوص هذه المباراه. بالمناسبه كمان خليني اقول لكم ان احنا دلوقتي
دلوقتي في مكان من امام صاله الجيمنازيوم الخاصه بلاعبي النادي الاهلي في مقر الاقامه. في بعض اللاعبين دلوقتي بيقوموا ببعض التدريبات في الجيم، منهم محمد الشناوي، في كمان عمرو السوليه، مروان محسن، مصطفى شوبير، عدد من اللاعبين في الحقيقه اللي بيقوموا ببعض التدريبات في صاله الجيم. بعد دقائق على طول هيتوجهوا للقاعه المخصصه للمحاضرات علشان يسمعوا اللي هيقوله مستر بيتسو موسيماني تعليماته، سواء فيما يتعلق بشكل مران اليوم تحديدا. ومران اليوم بالمناسبه مهم قوي قوي، يعني لان انت في المران ده يعتبر المران الاساسي والرئيسي اللي انت هتبني عليه كل شيء بيتعلق بالمباراه، بخلاف مران الغد اللي بيبقى طبعا معدلات البدنيه فيه ومعدلات التدريب بتبقى اقل، وفقراته كمان بتبقى اقل ومدته بتبقى مش كبيره يعني. فبرضه مران النهارده هيكون مران غايه في الاهميه. من خلاله كمان نقدر نطمن بشكل كبير على حسين الشحات ومحمد هاني، نطمن بشكل اكبر. هم خلاص الحمد لله زي الفل، ما فيش اي مشاكل خالص بالنسبه للاصابات اللي عندهم. الاثنين عندهم كان عندهم شد في العضله الخلفيه، دلوقتي الامور بالنسبه لهم الحمد لله جيده، بس يعني يبقى زياده في الاطمئنان النهارده بقى لما تشوفهم في كل الفقرات اللي بتتعلق بالمران بيشاركوا بمنتهى القوه باذن الله تعالى. فده هيكون امر يعني مهم ويدي اريحيه لمستر بيتسو موسيماني في اختيار التشكيل الانسب في مباراة الدحيل. بإذن الله الأهلي يكون موفق في هذه المباراة. التركيز خلاص وصل لأعلى معدل، الكل هنا يعني إحنا بالنسبة لنا مثلا كبعثة إعلامية يعني عندنا حالة من التوتر الطبيعي اللي بخصوص المباريات بتاعت النادي الأهلي، أيا كان بقى الأهلي بيلعب في الدوري في أي بطولة، ما بالك بقى لما تكون بطولة كأس العالم. لكن التوتر أو القلق ده مش موجود عند لاعبي النادي الأهلي، بالعكس عندهم ثقة كبيرة جدا مع بعض من الاحترام او كامل الاحترام مش بعض كمان لفريق الدحيل، لانه فريق بقدرات عاليه جدا ومميزه طب. جدا بمناسبه طب. ناكد على ان المباراه صعبه، بس اسمح لي امير عايز اروح معاك لجزئيه الحكام عشان وقتنا. هل تم الاعلان عن الاطقم التحكيميه اللي هتشارك في البطوله، وهل تم تحديد طاقم تحكيمي لكل مباراه ولا ده لسه لم يتم الاعلان عنه؟ كمان عايز اسالك على التمرين الرئيسي للنادي الاهلي اللي هيتلعب على ملعب او اللي هيتمرن فيه النادي الاهلي على ملعب المباراه، هل ده هيكون النهارده ولا هيكون بكره؟ طيب فيما يتعلق بالحكام، هو تم الاعلان عن طاقم او مختلف اطقم الحكام اللي هتدير المباريات في البطوله بشكل عام، الكلام ده من اكثر من 10 ايام تقريبا. لكن فيما يتعلق بمباراه الخميس تحديدا الاهلي والدحيل لسه ما تمش بشكل رسمي الاعلان عن طاقم الحكام اللي هيدير هذه المباراه، او ما فيش اي حاجه رسميه جت يعني لمسؤولي النادي الاهلي هنا في بعثه الفريق وفي مقر اقامه الفريق. ده فيما يتعلق بالحكام. من المفترض ان بكره باذن الله هيكون المران على الملعب اللي هيستضيف هذه المباراة، يعني المفروض هيكون بكرة الكلام ده، لكن حتى هذه اللحظة المران هيكون بتاع النهاردة تحديدا في الملعب اللي استضاف تدريبات النادي الأهلي على مدار الأيام السابقة يعني بإذن الله. نشكرك شكرا جزيلا أمير، مراسل قناة النادي الأهلي في مونديال العالم للأندية.